كيفكم قاعد؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم جايب لكم معي الباند 9 من شاومي. شاومي باند من اول ما طلعت لحد هلا عم بتحقق مبيعات كتير عالية وعم تشهد تطور كتير ملحوظ من سنة لسنة مع الحفاظ على الشكل الرفيع المطول يلي بتلبسه بايدك ما بتحس انك لابس شيء بوزن 15 جرام يلي هني ماشي. رح نتعرف سوا بالتفصيل انا وياكم على هيدي الباند. بس قبل ما نبلش مثل العادي لايك للفيديو سبسكرايب للشانل اذا كنتوا اول مرة عم تشوفوني. انا بلال رمضان، خلونا نبلش. اهم تطوير للباند غير الشاشة والمواصفات الداخلية رح نحكي عنها هو موضوع البادي يلي كان عادة عم يجي من البوليكربونات او بوليمر وات ايفر كانوا يسموه، هلا عم يجي من المعدن بكذا لون وفي منه نسخة سيراميك كمان تجي نسخة اعلى واغلى وبتعطي شياكة واناقة اكتر بكتير وتحمل اكتر كمان ضد الصدمات والخدوش. من قدام في عنا شاشة بقياس 1.62 انش من نوع اموليد، وهذا الشيء اللي بيميز شاومي باند بكل السيريات اللي نزلت عن غير شركات انه عطول عم يجوا بشاشات امرد، والامرد المرتبين الفخمين عم تيجي بدقة 192 ب490 بيكسل، والبرايتنس تبعها او معدل السطوع بيوصل لل 1200 نتس. يعني تخيلوا انتو 1200 نتس، يعني انا عندي الشاومي واتش 2 عم يجي السطوع تبعها تقريبا 550 نتس ومكيف فيها وبشوفها تحت الشمس كتير برايت، ما بالكم بهيدي اللي عم تجي معدل السطوع تبعها 1200 نتس. بالإضافة للإطار الرفيع اللي حول الشاشة عم بيقدم تجربة استخدام كتير حلوة، كمان معدل التحديث تبع الشاشة عم يجي بدقة 60 هرتز، يعني عم بيقدم لي تجربة استخدام كتير سلسة، إضاءة ممتازة، ألوان وكونتراست وريزولوشن رائعة جدا طالما هي أمولد وهالقد البكسل دنسيتي تبعها عالي، فالشاشة بنعطيها 10 على 10 بدون أي تردد. نقطة القوة الثانية كمان بالباند هي البطارية يلي بتجي بحجم 233 ملي أمب، قدرة تعطيك تقريبا 21 نهار استخدام متوسط للخفيف، يعني عم تعطيك على القليلة على القليلة جمعتين استخدام مكثف، وهيدي نقطة القوة الأساسية بالباند كمان بالأجيال السابقة لهلا، إنه بطاريتها أكثر من ممتازة، يعني أنت بالشهر كله يمكن مش بحاجة تشارجها مرتين بس. ولما بدك تشارجها على الماجنت شارجر تبعها عم تاخذ تقريبا ساعة لتفول، وهيدا كمان نقطة حلوة انها تدعم الفاست شارجينج. بالنسبة للحساسات اكيد اضافة لحساس نبضات القلب معدل الاكسجين بقلب الدم، في عنا بعض حساسات مهم انه نذكرها لحتى تعرفوا انتم اذا بدكم تشتروا هيدي الباند على شو عم تحصلوا. في عنا اكسلروميتر سنسور، في عنا جيروسكوب سنسور، في الاوبتيكال هيرت ريت سنسور، وفي عنا الامبيانت لايت سنسور. والامبيانت لايت سنسور كتير مهم اضافته على الباند لانه بتصير فيك انت تعمل الاضاءة تبع الساعة على الاوتو مود، يعني لما تكون انت بمحل معتم او ما في ضوء كتير البرايتنس او الاضاءة تبع الشاشة رح توطى لحالها لتوفر بالبطارية، ولما تكون بمحل اوت دور او برا تحت الشمس كمان الاضاءة رح تطلع على الماكسيموم لحالها وتعدل، فاول شيء استهلاك البطارية رح بيقل، وتاني شيء حتكون مريحة اكتر للنظر. شاومي باند بما انه اكيد باند رياضية بتدعم فوق ال 150 سبورتس مود بكل دقة، ومع كل جيل عم نلاقي تحسنات جديدة اكتر واكتر من ناحية دقة التتبع للنشاط الرياضي، اضافة لانه بتدعم معيار ال 5 ATM او 5 ATM لمقاومة الماء على عمق 50 متر بدون اي مشاكل. ومثل عادي ومثل كل فيديو بذكركم انه اذا بدكم تصبحوا فيها بمي مالحة ما في مشكلة، بس فورا بس تطلعوا من المي غسلوها بمي شرب لتتفادوا تكلسات او ترسبات اللي بيعملها ملح البحر. وشغلة كمان طوروها هيدي السنة بالباند 9 هي الهابتك فيدباك او معدل الاهتزاز، فيكم تتحكموا فيه تعملوا له كاستمايزيشن وصار معدل الاهتزاز كتير اقوى وبتخففوه بتقووا مثل ما انتم بدكم. اكيد الشاومي باند 9 سبورت الاندرويد من اصدار 8 وطلوع، يعني تليفونات اللي عمرها 5 سنين لورا ما في اي مشاكل فيها، كمان الاي او اس 12 وطلوع. سعر الشاومي باند 9 بلبنان تقريبا 50 دولار، بيتراوح ما بين محل ومحل اكيد، انا على طول بنصحكم ومش دعايه انه تشتروا عند ستار كول يلي هو اكثر من رائع من ناحيه الاسعار الكفاله وخدمه ما بعد البيع. بنهايه هذا الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوا الريفيو، مثل العاده ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد انا عم اقدمه، تابعوني كمان على فيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، شوفكم بالفيديو الجاي.